ومن بشائر الخير والرحمة هطلت على معظم إمارات الدولة أمطار رعدية تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة، وأدت إلى امتلاء الشوارع والمناطق المنخفضة بمياه الأمطار، في حين جرت الأودية والسيول في المناطق الجبلية. الزميل حمد ناصر والتفاصيل. سادت الأجواء الشتوية المبكرة أنحاء متفرقة من البلاد، وقد بدأت السحب الركامية الرعدية في التدفق على المنطقة الغربية من الدولة في الساعات الأولى من الليلة الفائتة، سرعان ما انتقلت إلى السواحل المطلة على الخليج العربي، وأدت إلى هطول أمطار رعدية تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة على معظم الإمارات، وقد صاحبها البرق والرعد وهبوب الرياح القوية. وقد شهدت المناطق الجبلية الشمالية الشرقية من الدولة سقوط أمطار شديدة الغزارة في بعض الفترات، مما أدى إلى امتلاء السدود في تلك المناطق والسفوح المحاذية لها، وارتوت المزارع، كما تساقطت خلال الموجات العنيفة من زخات الأمطار حبات من البرد بأحجام كبيرة في بعض المناطق. وقد استبشر الأهالي بالغيث الوفير، وارتسمت على وجوههم الفرحة والسعادة بهذه النعمة للاستمتاع بالأجواء المنعشة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات متدنية، وذلك بسبب تعمق منخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية، صاحبته حالة من عدم الاستقرار في طبقات الجو العليا ورياح شرقية مشبعة بالرطوبة، مما أدى إلى تشكل الخلايا الرعدية على المناطق الجبلية ذات الطبيعة التضاريسية التي تساعد على الهطول المطري الغزير. هذا وقد فاضت السدود والحواجز في المناطق الجبلية كسد وادي حتى ووادي براق وشوشة وغيرها الواقعة في المناطق الجبلية، وقد تشكلت بحيرات عميقة بفعل غزارة الأمطار. اللهم اجعلها سقيا خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد. اللهم آمين.